ومتابعة للأوضاع في ولاية سدح بمحافظة ظفار، ينضم إلينا زميلنا من هناك محمد بن عبد الله المهري. محمد، ضعنا في الأجواء هناك وما تشهده ولاية سدح من تأثيرات للحالة المدارية. أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا أيضا بالمشاهد الكريم. ولاية سدح أيضا من الولايات التي تعرضت أيضا لهذه الحالة المدارية، وبالتالي كان هناك التأثير المباشر أيضا من أمس وأيضا اليوم. صباح اليوم كانت هناك أمطار متفرقة أيضا متوسطة إلى غزيرة، خاصة هنا في نيابة حاسك، أحدثكم من هنا من أمام هذه الشلالات، شلالات ناطف التي تدفقت أيضا أمس وأيضا اليوم من الصباح إلى الآن متواصلة. هناك أيضا في حدبين وصوب وجوفة ومدينة أيضا سدح التي شهدت أمطار ليلة البارحة وأيضا صباح اليوم، أيضا بعد الساعة 1:30 أيضا من صباح اليوم في منتصف الليل. الصباح كان هناك أيضا أمطار هنا في نيابة حاسك. الأودية على المستوى العام ولله الحمد إلى الآن لم نشهد أيضا هذا الجريان المتدفق، لا زالت أيضا الحالة مستقرة نوعا ما، ولكن هناك القطاعات المختلفة تتعامل أيضا مع هذه الأنواع المناخية وهذه الحالة من خلال التعامل المباشر أيضا مع يعني نقول إتاحة أيضا المسار للطرق المختلفة. الحالة المدارية بشكل عام نقول الأمطار متفرقة من قرية إلى أخرى، ولكن هنا في نيابة حاسك شهدنا أيضا من الصباح أمطار غزيرة توقفت ربما نوعا ما، لا زالت الآن ربما بعض الزخات فقط. قبل تقريبا بداية هذا البث كانت هناك أمطار غزيرة جدا هنا في نيابة حاسك، بالإضافة إلى بعض الأودية القريبة. لا زال أيضا الطريق المؤدي إلى نيابة الشوامي ولله الحمد لم تصلنا أيضا أي معلومات عن هذا الطريق إلى أنه لا زال أيضا سالك، لم يتعرض أيضا لكثير من المخاطر المختلفة، في تواصل أيضا مستمر مع القطاعات المختلفة. أكيد الناس أيضا لديهم هذه الثقافة المجتمعية في التعامل مع هذه الأنواع، وبالتالي أخذ الحيطة والحذر وأيضا الذهاب إلى أماكن دائما آمنة. نقول دائما هناك 5 مراكز إيواء هنا في ولاية سدح موزعة على سدح المدينة وحاسك ومركز حدبين وصوب أيضا وجوفة، وهي مجهزة من خلال دائرة التنمية الاجتماعية لتكون جاهزة لاستقبال أيضا من يريد أن يذهب إلى هذه الأماكن الإيوائية سواء كان للمواطن أو المقيم، وشكرا أيضا لكل الجهات المختلفة. ضعنا أكثر محمد في هذه الجهود من الجهات المختصة لاحتواء تأثيرات هذه الحالة المدارية هناك في ولاية سدح. الجهود عيسى، هناك جهود ربما نقول جهود استباقية كانت من خلال أيضا الاجتماع أيضا الذي عقد في مكتب الوالي وتوزيع المهام، ثم جهود لحظة أيضا وقوع هذه الحالة المدارية من خلال أيضا توزع الأطقم على المراكز المختلفة والقرى، وبالتالي هناك فرق تشتغل سواء كان البلدية، المجلس البلدي، أيضا قطاع الإيواء والإغاثة لدائرة التنمية الاجتماعية، قوات السلطان المسلحة، شرطة عمان السلطانية، الدفاع المدني الذي هو حاضر أيضا وبقوة من خلال وجوده في هذه الولاية للاستجابة أيضا السريعة لكل هذه الظروف المختلفة. وبالتالي هذه الهبة نقول للتعامل مع الحالة المدارية هنا في ولاية سدح لم تكن فقط من المؤسسة الرسمية، ولكن من خلال أيضا القطاع الخاص ومن خلال أيضا مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي هذه الاستعدادات الآن في هذه اللحظة. هناك أيضا في ولاية سدح بعض الأماكن ربما تشهد أيضا كثير من الجريان البسيط، أيضا نقول الجريان الذي يصحب أيضا بعض الأتربة هناك، ولكن هذه الأتربة يتم التعامل معها من خلال أيضا التواصل مباشرة مع هذه المجموعة التي أيضا أنشأها سعادة والي سدح، لنكون هناك أيضا كجهة إعلامية قريبين أيضا من كل الخدمات التي قدمت ومن كل هذه الجهود المختلفة. ما يميز أيضا هذه الحالة المدارية عيسى أنه وصلنا ولله الحمد إلى مستوى من الوعي أيضا المجتمعي، هناك وعي نتحدث عن الصيادين الذين امتنعوا أيضا عن الصيد قبل أيضا هذه الحالة المدارية، وأيضا أصحاب الإبل والماشي في الأودية المختلفة، وأيضا الناس الذين تقع بيوتهم في مكان منخفض، نقول ولاية سدح ربما المدينة هناك، فهم يستطيعون أن يذهبوا إلى أماكن أخرى. وختاما نقول أنه مستشفى سدح، وهذا للعلم أيضا
لكل من يقطن الولاية إنه مستشفى سدح نقل كل خدماته في الخدمات الصحية إلى مكانين، هناك في جوفا لخدمة منطقة جوفا وكل المناطق التي تحيط بهذه المنطقة، وأيضا في سدح في مكان أيضا آمن مقابل أيضا مركز سدح للإيواء. ونتمنى أكيد أن تمر هذه الحالة بسلام، ونتمنى للجميع أخذ الحيطة والحذر، وأن تكون أيضا أمطار خير وبركة عيسى إليك بإذن الله. كنت معنا من ولاية سدح الزميل محمد بن عبد الله المهري.